وينضم إلينا من عمان محلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية، لاحظنا ارتفاعات لمؤشر الدولار مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. ما هو المتوقع للتحركات المحتملة للدولار في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل ارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهذا الارتفاع جاء بعد أسبوعان من الانخفاض. يعني خلال الأسبوع الماضي استطاع الدولار الأمريكي أن يعاود ارتفاعه بعدما أعاد المستثمرون تسعير قرار الاحتياط الفدرالي الأمريكي بعدما صدرت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي بإيجابية كبيرة لتعيد احتمالات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. بداية هذا الأسبوع نشهد حالة أقرب إلى التذبذب في الدولار الأمريكي، انعكست على شكل تذبذب أيضا في أزواج العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني، الين الياباني وغير هذه العملات، في ظل انتظار المتداولين لبيانات اقتصادية أعتبروها بيانات غاية في الأهمية. بل من الممكن أن أطلق على هذا الأسبوع أسبوع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بل والعالم كله سيراقب هذه البيانات الاقتصادية لأنها ستكون إشارات مهمة عن الأسعار المحتملة للسلع خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على المستهلكين. بالتالي بالنسبة لهذا الأسبوع يوم الأربعاء تحديدا سنكون مع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهذه البيانات من المتوقع أن تظهر القليل من الانخفاض في التضخم، لكن قد تظهر هذه البيانات استمرار ارتفاع أسعار سلة الغذاء وارتفاع أسعار سلة أيضا الخدمات في العالم ومنه في الولايات المتحدة الأمريكية. يوم الخميس سنكون مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وهذه البيانات في العادة تعطي انطباع عن توقعات أسعار السلة الاستهلاكية للأشهر المقبلة، لأنه كما هو معروف المنتجون يوجهون ارتفاع الأسعار في المدخلات على المستهلكين في النهاية. بالتالي الدولار الأمريكي كلما ظهرت هنالك احتمالات بارتفاع التضخم نجده يرتفع، وهذا بالفعل ما أتوقعه هذا الأسبوع، أن يشهد الدولار مزيدا من الارتفاع مقابل سلة العملات الرئيسية، وهذا الاحتمال مرتبط في بيانات يومي الأربعاء والخميس المقبلين التي من المتوقع أن تظهر استمرار الضغوط التضخمية على الولايات المتحدة وعالميا، مما يشير لاحتمال المزيد من الارتفاع في السلع الاستهلاكية بشكل عام، وهذا يتطلب من البنوك المركزية ومنها الاحتياط الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة بشكل كبير، مما قد يدعم العملة الخضراء وهي الدولار أمام سلة العملات الرئيسية. نعم سيد سركيس، أيضا بالانتقال إلى اليورو، يتحرك بالوقت الحالي بين قوة الدولار وبيانات اقتصادية ضعيفة لمنطقة اليورو، ما هو المتوقع في ظل استقراره بالقرب من التعادل مع الدولار؟ بالنسبة لليورو شهد القليل من الارتفاع هذا اليوم، أعتبره شخصيا ارتفاع طفيف بعد الانخفاض الذي تعرض له الأسبوع الماضي. اليورو بشكل عام ضعيف جدا مقابل الدولار الأمريكي، توقعات فعلية بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة استجابة لارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى من الأسعار الاستهلاكية عبر تاريخ منطقة اليورو، لكن في نفس الوقت البنك المركزي الأوروبي لن يكون قادرا على مواكبة رفعات الفائدة من الاحتياط الفدرالي الأمريكي، وبالتالي اليورو على المدى المتوسط والطويل، وأعني بذلك خلال عدة أشهر، ما زال ضعيف وقد يبقى ضعيف أمام الدولار الأمريكي في ظل توقعات أن تصل الفائدة في الاحتياط الفدرالي الأمريكي نهاية هذه السنة وتحديدا في اجتماع 14 من شهر كانون الأول إلى أكثر من 3%، بينما في المركز الأوروبي أشك بأن تصل الفائدة لمستويات أعلى من 1.5%، وهذا ما قد يبقي الضغط الإجمالي على اليورو الذي بالفعل وصل خلال تداولات الشهر الماضي إلى ما دون نقطة التعادل، أي ما دون الدولار لليورو الواحد، والآن رغم ارتفاعه إلا أن هذا الارتفاع ما يزال طفيف جدا، وأعتقد أيضا بأنه لن يدوم طويلا إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة أن تظهر بيانات يوم الأربعاء المقبل انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم. إذا لم ينخفض التضخم بأكثر من التوقعات في الولايات المتحدة
فهنا قد يبقى اليورو ضعيف أمام الدولار الأمريكي على مدى هذا الأسبوع وأيضا ربما على مدى هذا الشهر كاملا. نعم، الليرة التركية سيد سركيس ما زالت تواصل تداولاتها بالقرب من مستويات قياسية منخفضة جدا أو ضعيفة حتى أمام الدولار، ما هي التوقعات لسعر صرف الليرة في ظل ارتفاعات قياسية للتضخم وأيضا عدم تحرك من قبل البنك المركزي التركي؟ البنك المركزي التركي حاليا يركز ربما باعتقادي بشكل مبالغ فيه على النمو الاقتصادي. الآن البنك المركزي التركي يحافظ على معدلات فائدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى رفع الفائدة من البنك المركزي التركي. هناك سياسات نقدية ومالية يجب أن تتخذها تركيا للحد من انخفاض الليرة التركية وأيضا للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي قاربت 80%. عندما نتحدث عن تضخم بالـ80% هنا نذكر ارتفاع هائل في الأسعار في تركيا، وهذا الارتفاع يجب أن يقابله تحرك من البنك المركزي التركي. ولا يبدو حاليا بأن رئيس البنك المركزي التركي سيتوجه لرفع الفائدة، وهذا ما قد يبقي الضعف على الليرة التركية التي تتداول قريبا من أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي كانت قد لمستها شهر كانون الأول من العام الماضي 2021 عندما وصلت إلى 18 ليرة تركية لكل دولار أمريكي واحد، وهذا اليوم تتداول قريبا نسبيا من هذا المستوى، وهذا ما يظهر ضعف كبير في الليرة التركية. ربما يكون لضعف الليرة التركية بعض الفوائد كأن تحسن من ميزان التجارة، ميزان وكذلك الحسابات الجارية للاقتصاد التركي، لكن في نفس الوقت هي تهدد ارتفاعات أكبر في معدلات التضخم لتضغط أكثر على المستهلكين في تركيا. بالتالي الليرة التركية ربما ستبقى ضعيفة خلال الفترة المقبلة إلا إذا تم اتخاذ قرار في سياسة نقدية أو مالية من تركيا نفسها. نعم سركيس نزار، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.